zombie apocalypse. السلام عليكم، انا محمد عزيز، جبتكم جديد من تجربتكم تحدي اين هو ظل ليونيل ميسي. معناها فما عديد من اللاعبين يجيبوا لهم ظل وانا مش نحاول نطلعهم، فلتنسوا الاشتراك في القناة اذا انتم ماكمش مشتركين، حطوا زر اللايك واشتروا المقطع في كل مكان. يلا خلينا نبلش، فخلينا نبلش بالفيديو. راح احاول نخليكم المقطع تحت في الوصف. يلا بسم الله خلينا نبلش. اللاعب رقم 15 انا هو ظل ايفاراكيتيتش، اتوقع اللي هو على اليمين. نروح لثاني لاعب اللي هو انا هو ظل ايسكو. يلا واحد اللاعب اللي هو على اليمين. هيا نحن نشوف صح. اللاعب اللي بعده هو انا هو ظل ولاد من فالكاو. مرة صح اللي هو على اليسار. هنا احاول اني غلطكم بس ما توقع. كروح نروح للاعب ثاني اللي هو انا ظل والبوب. اوكي عارف. ما قلتش بس والله يعني احتاج مني صح. روح لعبة ثانية اللي هو باولو ديبالا، احاول اسرع اللي هو على اليسار. نروح نلعب بوس مرة سهلة حل الكل صح. فيلا كمل انا وزي زلاتان ابراهيموفيتش، اتوقع اللي هو على اليمين. اتوقع انه قناة حميد جول، اتوقع انه راح كان راح يغلطنا. نروح لايدن هازارد، اتوقع اللي هو على اليمين. راح اسوي سكيب لان الوقت مرة طول. يا نسيت ما قلتكم